Mais écoute, frérot, tu fais un peu trop de cinéma pour rien là. Le poteau, il a pas le temps pour tes gamineries. Ça va être du regard là, t'es tombé sur des bons vrais gamins. اكتوبر كذبه في الراب المغربي، اما نوفمبر هو الشهر الموسيقي على ما يبدو. 23 تراك في اقل من 10 ايام فقط، تراك ليست عامره هذا الاسبوع. فهاد الحلقه اللي غتكون مميزه ببزاف المعلومات، منها نشوفوا الكاشي تاع المورفين اللي طلع هو الجوست رايت تاع سياش بونك، وكذلك نشوفوا تاريخ اصدار الفيلم الوثائقي لفريش مونتانا، ومنها نضربوا طلع البيف تاع مايس ولاكريم اللي وصل للواقع وبدات حرب العصابات لدرجه كبيره. ابيزود مشارجي معلومات معك، غير تفرج من الاول حتى الاخر باش تخرج فاهم كلشي. واذا فهمتي مزيان ما تنساش معاك لايك الفيديو، ابوني لاشين، ومشوا البروميير بارتي عندنا اللي هي تراكات. تراك ليست هي هادي، اول راب نبداو به هو المهلوس مورسو سالغوت. كيكا الحليوي عايش وجهده فاك التراكه، كيتي المهلوس ما بنيس ما براده. اول حاجه الكليب فيه ريحه الهيب هوب، وزاد عليها لا مارك تاعو اللي داير بها بي في وسط الكليب. غير من التيتر المورسو باينه كلاش، وشكون كلاش فيه؟ طوطو بي بي جانغ دراغانوف حليوه. وثاني تراك معانا هو كريزي فيت جباري. اتمنى على المناجر تاعو اللي حطونا هذا المورسو كلاشو فيه الفرده والسبعاتهم. اول حاجه الكليب مخدوم مزيان، هذه نقطه تحسب له، ديما كتكون الكاليتي طالعه. وثاني حاجه لوكاسيون تاع جباري يلعب الدور كبير في التصوير هذا الكليب. وميستر علاء كيحطنا تراك اوكتوبوس. الرياكشن لا ستريم لا غنعتزل، ما درتي تنقى انت درتي لي فراسي بزازل. مورسو كلاش فيه ميسي كريزي وقال عليه بانه مات ليه ستيلو، واخا انا كيجيني اعتمان ماشي ستيلو اللي مات ليه، ولكن الشخصيه تاعو وهي اللي فونداتو. كون بقى ساكت ومبقاش كيخرج بدوك ستوريات اللي كيطيحوا ليه لا فالور ديالو في الراب المغربي، كل نهار يحط كريزي شي تراك غير تبومبا تاع بصح. ونشوفوا كريزي 2017 2018، ودابا نمشيو للفيوتشرينغ بين طوطو وبيبي جانغ. كازافونيا لا سيتي وي وي. جوج مغاربه كيصدروا الموسيقى لاوروبا، واحد لايطاليا والثاني فرنسا، بيهم كيخليو الكاوري يدخل يقلب على المغرب والموسيقى تاعو. لا من ناحيه بيبي جانغ اللي مصدر عناوين الصحف الايطاليه، وطوطو اللي كيخدم على المارشي الفرنسي اكثر من المغربي، ونيسيو كيحط لنا اوبي اللي كان متوقع اش من طريقه يكون فيها مزيان اللي هو اندو. بريك ماشي ريح تحيا الرياض، ثلاث حوايج حنايا طالبين حب احترام وحريه. مورسو كتحس بان مهدي بلاك وين جر نيسيو ستيل تاعو، وكاين واحد الاونتي سيستيم في ليريكس. وثاني حاجه كاين واحد فلاش باك او حنين للماضي من ناحيه نيسيو وكيفاش عاش وكيفاش كبر. بيبي جان كيحط لنا تراك دونسي. موسيقى الصيف واوبسيون الكيك في لانستري طالعه بالجهد، هو تراك تاع لابواط وخاصك تفايبي معاه وماشي رابتش. اما بيبي جانغ راه خدام على الموسيقى تاعو اكثر من المتوقع، رغم انه كيعاني من مشاكل في حياته تاعو الشخصيه. وكوما حطنا تراك فيوتشرينغ اللون كاليتي كتخليني نستيتي اونتي ميميني نيتي تي اونتي اونتي. مورسو هالوين هو داك المزيج بين الاجيال، بين جيراسيون القديمه والجديده، وبحال هكا خاص يكون الراب المغربي، ماشي داك الصراع بين الاجيال شي كيقتل شي. والقيصر امين اوفيس كحتنا تراك معاك ديما معاك. دماسي انا المصيبه اللي غادي تطليك اليوم على دورة كشابي. امين من المحاربين القدماء في الراب المغربي، وكان هو من الاوائل اللي بدا الراب في هاد البلاد، ورجعينا بهاد التيتر اللي بغيت كلشي يدعم البروجي تاعو. واللي بروس كجينا بتراك جلادياتور. صباح الخير تولمور، عاوتاني الكبت والمر، كنشوف الكفته نمر كنبوست تمبر. من بعد تراك كروكوديل زاد عرف اللي بروس بانه الا باغي يدير بلاصتو في الراب المغربي خاصو يخدم خدمه بروفيسيونيل، وهذا الشيء هو اللي بين عليه في هذا المورسو. وموبيدي كجينا بتراك بسيكو دراما. كنت ناوي تاش ازعاج، ما جيتش نصالح اسماعيل واسحاق، لبقات لي صحيح تي كلشي لاباس، راه ما تيرجعش التراني لا داز. تراك لي كله عامل ميتافور من هنا ومن لهنا، وخشا وسطو العربي باطنه باش يبين على التوجه تاع البروجي. وفيرا كيحط لنا مورسو تيسلا. تمشي معانا الصرف خو، وقف قدامي الايجو مركت بخاوي دي الدين صارف خو. مورسو اللي كله ايجو تريب، وكان فيه كلاش لستورمي بعد ستار. كولا اي سبقا كتقلد، راه عندي الوصفه كوكا كولا. لان ستورمي هو الوحيد اللي حط البوم في الراب المغربي باسم ايسبير. من الناحية الموسيقية كاين المزيكا، ودابا نسمعو لأيمن حقي. الراي حقي بكونترول العصب بالي ناس تاوندرس، صورت ولاد العقل اللي خصي يدورو بانترس. تراك واعر عجبني بزاف في الكليب، ميريكاني تاع بصح كوبي كولي. واش ثقافة الراب كنهزوها من عندهم كيف ما هي، ولا خاصنا نبدلو فيها شي حاجة؟ هذا هو السؤال اللي غنسولكم، لأن كاين شي روابا كيقول خاصنا نبدلو في ثقافة الراب. وحليوة في الديب كحطنا تراك دموع الكروكو. مورسو اللي تحط اوديو لعب فيه حليوه بتكنيك تاع رابي ولوح ستار كلاشي فيه، الله شت السنارة باش نضربو بروموسيون البروجي الجاي. وكذلك الديب ما ينساش راسو باش يبيك على شي واحد. والشاولين كحطنا تراك لإلياس المالكي. اول ما نتبرع في الصندوق وهاد السي البريء وبلا من الله
عندي سؤال واش هادو اللي راه فين داوت برا وجاهم بشي سروال موصل هضر في على لي بوين بوزيتيف شخصيه الياس كدعم ليه والعقده كحنا تراك لا بيطا داري هدا اونتي هيطا كوبرا وكاسكيطا العقده باقي في ايطالي ستيل فافيلاس هو باش لعب في هاد الديسك شمل الكليب راه كوبي كولي وخا هكاك راه كاين الفيلم والدومبيك وحطنا فيوتشرينغ مع فورتكس غير بيناتهم قلت خميره بيناتهم وغير جواعه فيها وفيها عصير وليا اللي كانت وغير هي اللي كانت البيك فاش كان في امريكا ضرب فيوتشرينغ مع هاد المغربي اللي حتى هو عايش تما شفنا داك البيك تاع 170 كيلوغرام لانه رابا بهاد الفلونيش في هاد التراك و170 كيلوغرام اللي غيبقى كلاش متورخ في الراب المغربي ومورو حطنا تراك بين جوج نطرات الراب هادشي ماشي راب كيحاول رابي فوق برو تاع الراي ولكن راه صعيب يكون داك المزيج بين الثقافتين ضروري كيكون ستيل مغطى على ستيل والجوكر كرجعنا بتراك عباره عن فريستايل دخل مفقود والخارج بالكود بار راجع من الموت وغنديرها كي باولو روسي تحتي في الجوكر واخا كيتبع ستيل سبعته ولكن مازال مره كيحاول يرابي انديبوندو ودراغانوف غيضرب فيشينغ مع الا ونيما ايتزا عيبنا فلوس والرجل الزايده مقوده عشيري صبر ومسكت ضميري البوم علاء ضروري خاص يدير فيه دي فيتشينغ باش يفيزي بيبليك كبر بحال ايطاليا نيما ايزا والمغرب دراغانوف وميستر كريز حطنا تراك كريزي مان طوموبيل وميزان ما كتعرفني سي بيزار قرعة جوج كيسان فوق العشق الواني بليزار فهاد المرجو شفنا على 8 ديال 2015 وكيفاش بدا الراب وخا تراك بطوط اوديو في لاشين تاعو الثانيه كانت فيه الموسيقى وليريك سابس داري بغيت نشوفكم في لي كومونتير تقول لي الراي تاعكم اش من تراك عجبكم بزاف فهاد لي تراكات اللي دوزنا دابا ودابا نمشيو لدوزنا بارتي فيديو اللي هي بلانات اول بلان معنا هو البوم ماد راه ديسپونيبل في سبوتيفاي وبغيت نهضر عليه هنا باش ما نقيتكمش بالراي ديالي بغيت كلشي يمشي يسمع ليه في سبوتيفاي وعطيني الراي ديالو في لي كومونتير ولي بوين دو في ديالي الفيديو الجاي وثاني بلان معنا هو نينو نيسكو مازال كيحطم الارقام القياسيه في الراب الفرنسي بالبوم الجوت وبوز كيعطينا لا دات اكزاكت تاع الاوب اللي هي نهار 15 نوفمبر ولي غراند توت كيدوز التلفاز الفرنسيه في 5 مون هضر على البدايات تاعو وكيفاش اختار الاي كي اي اللي بدا به الراب اللي هو حاليا عنده اللي هو توت وكذلك على البروجي اللي غيخرج نهار 8 نوفمبر notre deuxième invité est le fer de lance de la nouvelle scène rap au Maroc ses clips cumulent des millions de vues ses albums sont des succès après avoir rempli l'Olympia il sera au Zénith de Paris ce vendredi pour clôturer sa tournée El Grande Toto, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avant de revenir sur vos albums, sur votre parcours, sur votre art, on va regarder un extrait d'un de vos derniers clips. Il s'intitule Coltellino, un nouveau titre, en collaboration avec Baby Gang, le rappeur Italo. مورو طوطو في بحال هاد ليميسيون هو اكبر دليل ان طه ما كيهموش المارشي ماروكان وكيضرب على السوق الفرنسي وهي حاجه زوينه نشوفو مغربي كيزاحم الدايره تاع فرنسا في فرنسا وجاي من المغرب والمورفين طلعوا الغوست رايتر تراك سياج بون امسي كاش بوش باه كاش هيروفي شنو نظركم الكاشي تاع المورفين في هذا البروجي شحال غيكون بالنسبه كشركه بحال سياش بونك اللي كتفرق على المنافسين ديالها بديك لي برومو اللي كيديروا انهم كيفيزيتيو الشباب الاقل من 30 عام والجروب اللي شاد هذا لا سوسيتي كيوصل الشيفر دافير تاعو حوالي 3 مليون درهم غيكون الكاشي تاع المورفين مقمع حتى بصح الا عرف ينيغوسي مزيان تقريبا حوالي 70000 درهم حتى 100000 درهم وفيش مونطان خرجنا دو كومونتير تاع فور خديجه نهار 19 نوفمبر في هذا الشهر نتمنوا ليه النجاح وبالنسبه لمايس والعكريم البيف تطور بزاف جات لاكريم صيفط الرجال تاعو الحي تاع مايس باش طلع فوق لا ريزيدونس في كيسكون مايس ديجا ويحاول يدخل للدار ديالو رغم ان مايس حاليا ما كاينش في فرنسا وكاين في دبي بالنسبه ليا مايس فرق على لاكريم في كل شيء لا موسيقيا ولا في الواقع وهذا الشيء غنهضر عليه كثر في الفيديو الجاي وطوطو كيصيفط رسالة تضامن مع الياس المالكي من باري ودابا نمشيو لتخوازيام بارتي في الفيديو اللي هي سنيبات اول واحد موعد البيبليك تاعو بانه كاين الجديد هو حاري وكذلك كير ستيفن تجوع
وايضا صاحب الراب البلدي في الراب المغربي اللي هو عصام. واحد الرابر اللي واعر وموخد حقه بزاف اللي هو المونس. وكذلك الروبيو. باس كتير انا كي سونيك لما شوفيتيش راسك حد ميسوفيك ايش حلمك اكون ايكونيك حسب اللحظة احسن ما يعودو ليك هاي جواق انت ستيلو بيك خلي سنيتو اللي بيتعرفو بيك وتك تخرج وحش اللي فيك عمرك تكون كين خطيكن انيك الوقت من اللي سبنتقي حيث في الحسرة واش بطير فقي تجهام مكي وسين افتقي حيث انقرس هامر عبا المنافقي كانو دانو غنتيح بحرقي مبقيت نتو وقتجي افرقي والفردة واخر واحد معنا هو الدوليبرا. بني الياس ما كندوش عشيري باش نهضرو كل يوم يزانو كل يوم قدرو غام نشوف باش عبرو الله يسمح لينا من والدينا عيهم يصبرو لاش هادو قلام من خوتي بزاف على دبرو كنبانو ليك غاك الرابي وخالقينا. قولي اش كل ارتيست اللي كتسناو الموسيقى تاعو. ودابا نمشيو لاخر فقره عندنا في الفيديو اللي هي سيبور. اليوم جبت لكم واحد الدري اللي شفت التراك ديالو وعجبني بزاف اللي هو مانكو. سيبلان ما بلانش كان حتى اخرى ما تنوطي باش تفهمني وما تبانش بلانش ماسك العماك الدور مدلح الدري كيكتب مزيان وخا جاب الانسبيراسيون تاعو من الكليكه تاع بوز قجمه والجي ان تي تريبل اي ولكن عنده شي حاجه زوينه بغيت كلشي يكتب لي في لي كومونتير يوسف عاصم. ونتلاقاو الفيديو الجاي الدراري وعطوني الراي ديالكم في لي كومونتير كيفاش كيجيكم لي بيزود اللي كنديرو مؤخرا واش غادي مزيان ولا لا. يما غادي مرافقين موسيقى اللي فاقة جايبة بوكول.